حنا كنباتوا الليل كامل حنا فايقين، كنلقيو البانيوات، لقيو الصوله، القطره باش دوك طر لينا على داك الشيء باش ما تفزقش لينا الحوايج، باش ما يفزقوش لينا الماناط الفريش. اصلا الولاد كلهم طايحين بالسخانه، مراد والراجل مريض. حنا الناس بيتين مرتاحين، يعني دوك الناس اللي عندهم ديورهم او عندهم بارتمات عندهم مرتاحين. حنا اللي هنا عندنا العشوائي، يعني حنا مكرفصين. بيت اخويا فيقاق، بيت الراجل مريض فيه السخانه، ديتو دوزت ليه الليل كامل وانا فايقه معاه، واصلا فايقه مع القطره. اه هو اصلا مسكين مريض ما يقدرش ينوض باش يواجه القطره، وانا نايضه انا بوحدي. اه وما كنخاف، اصلا كنخاف نعس هنا في المراح، يعني كنخاف يجيني يهجم عليا الماء. كنمشي محابسه ولادي في واحد البيت، يعني كنعس في هذا البيت صغيور على حساب باش ما نوضو نخرجوش للماء، يعني باش ما نوضش نهز الوليدات ونخرج بي نجري بهم نديرهم. واحد المره اصلا دخل عليا عام عليا المراح كامل عمر ليا، مازال دابا رانا ملي شويه صايبنا داك الشيء وشويه ولات القطره قط قط، يعني بات لي كامل ما تتنعش بديك القطره، كل شيء في القطره على المحل كلهم قطره. لا صبت الشتا بزاف كنخافوا من كون بات لي كامل ندير البانيو، اش غندير دابا؟ انا عندي دابا هي الشتا كتصب، ولكني عندي البوطو وسط الدار، يعني ملي طلبتهم يحيدوه ليا ما قبلوش. دابا البوطو هو في المحل، حنا اصلا ملي يلا سكننا سكننا هكا عندنا هذا البوطو في المحل، الناس اللي باعوا لينا باعوا لينا المحل بحال هكا. عندي مشكل، يعني كنقول لهم بلي راه خطر، وبعد ما والله خويا بعض المرات ولادي اصلا ملي كيشدوا العطله ما كيجلسوش معايا، كيمشيو العربيه عند جدهم، كيخافوا من اصلا البوطو كيدخل لنا الماء. عندنا مشكل بزاف. الايام ديال الشتاء لا يرثى لها، مكرفصين ديال بصح صافي. ما حنا جيتو عندنا ودرتو سجلتونا ولحدنا وشنا وتفرجنا بها، ولكن لا من يحرك ساكنين والو. هذا الواد هو المشكل الكبير، الشتاء دخل علينا الماء كلشي هنا، هذا الواد هو اللي كيسبب لنا المخاطر. يجيو يديروا لي قادوس ولا يدوروا شي قونت ولا، حنا ما طالبين حتى شي حاجه. ملي كيصبوا كيحمل الشتاء كيجي من 17 كيجي حتى لهنايا، وتصور هذا الواد صغير وعليه الضغط شحال من واحد. شوف الواد الصغير الواد الكبير كيكبوا ليه الويدان الصغار، كيكبر كيزيد يكبر كيزيد يكبر، بحال هما تا هما هذوك الويدان الصغار كيكبوا ليهم تا هما كيكبروا، ولكن ما بغاوش يديو بين هذوك اللي كبروا. علاش ما فهمناش حنا؟ ما مازال ما فهم. البارح ثاني فاض علينا الماء صافي، حوايجنا كلشي باقي ساردين. هذا الشيء من عند ربي، ولكن هما يجيو يصلحوا المسائل ديالهم، حيت هما اللي مسؤولين ماشي حنايا. القطرة المهم المشكل اللي العويص اللي كنعانيو منه جميع سكان دوار العين. انا كنهضر على هذا الباص اللي حنا حداه. بالنسبه لهذا الواد البولان مكرفص لنا الدنيا هنايا، ودائما كنعيشوا في واحد القلق كبير، وبالاخص ملي كتصب الشتا والله العظيم الناس ما كينعسوش هنايا، كيبقاو الليل كامل وما سهرين. وبالاخص البارح البارح تقريبا ملي الله حسوا بنا غتكون الشتا، تصور الناس بقاو ناعسين وكيتصلوا بيا مساكن في الليل وكيقولوا لي راه كاين وكاين، اتصل بالمجلس. المجلس راه ما فهمنا والو، والله الان ما فهمنا حتى شي حاجه. ذاك النهار انا صبت الشتا ودخلت عليهم حتى للدار لداخل، وتكرفصوا بهذا الواد الخانز، ماشي حتى ريحه زوينه واد ديال المراحيض وداك الشيء. واتصلنا بهم مرارا كيقول لك احنا جينا حجينا حتى حاجه ما كاينه. وللاسف راه هاد الناس واش ما كاين، واش هادو ماشي مواطنين؟ راه كنتمنى من الله انه صاحب الجلاله انه يجعد هاد الناس راه ما بغاوش يخدموا. المعاناه ديالنا كثيره، كانت احنا كنعانيو من ناحيه الواد الحار ما كاينش. هذا قلنا لهم عا صرحوا باش عا باش ما يبقاش الماء يدخلنا للدور، ما بغاوش يصرحوا. الان كيقول لك واخا واخا حتى حاجه ما كاينه، الملاعب ديال القرب للوليدات ما كاينينش حتى حاجه، ما كتحمر وجهها في هاد عين حر. ما فهمنا علاش، واش هاد الناس بوحدهم في واحد العالم بوحدهم؟ الله اعلم. ولا انا كنطلبوا من صاحب الجلاله انه الله يجازيك بخير صاحب الجلاله، جي لعين حروده، راه كاين مشاكل كثيره في جميع المجالات، الرياده ولا الثقافه ولا كل شيء. اما بالاخص بالمناطق المناطق الهامشيه راه كنعيشوا في واحد التكرفيس ربي اللي كيعلم به. التيرانات للاسف راه حتى حاجه ما كاينه، لا واد الحار لا والو. البارح ما نعسوش ملي سمعوا بان راه كاينه الشتاء اليومين، ما نعسوش، بقاو موجدين البانيوات، موجدين سميتو طوارو باش يلاه ذاك الماء ما يدخلوش سميتو باش يجمعوه. شايل عليا الا كان البارح حق ربي لا بحال في سقار. شي سقار؟ سقار انا راه كنعيش في سقار.
جهنم، ريه جهنم. تصور البارح بارك كان تفرج وفجأة تشعلت العافية، قال لي كوب سيركوي التلفزة مشات الضو مشى ديال هذيك البراكة. عذاب أليم، حالة يرتلى. وين شكون اللي حاسبك سوى الله؟ كاينش اللي حاسبك سوى الله سبحانه وتعالى. وخا نوضح لك ربما ما غتحش بداك الشيء اللي كنحس به انا، ما غتحش ولو ولو ولو. نعاود لك وخا نحط لك الصوره كما انزيله، ما غتحش بداك الشيء اللي كنحس به انا، حيت انا اللي كنعيش هاد الحاله القاسيه. ما حياه ما والو، انا كنفضل الموت حسن. اللهم الموت ولاد العذاب ولاد الحالة. شوف عباد الله، شوف هاجي تشوف الفيستي كي دايره. شوف هادي حالة، ها واش هادي حالة عباد الله؟ ما عنديش شي حاجة مثلا اللي غتسليني ولا غتنسيني، الهم ما كاينش. والو انتم على قلت الله اكبر، لا قلت الله اكبر، ما كاينش شي حاجة اللي غتنسي بها ولا ما كاينش. ما انتم كتشوفوا الحالة، ما كاينش والو، ما عيشة ما والو عباد الله. انا من اقرا كنطلب كنطلب من الله، اللهم الموت، شي الموت ولاد الحاله، اللهم الموت. هذا راه الموت البطيئة، راه 20 عام وانا كنعاني، راه 20 سنة عباد الله، راه ما ساهلاش، راه 20 سنة وانا تنعاني، راه 20 سنة عباد الله، راه لا تحصى، 20 سنة راه لا تحصى إلا بالسنوات العديدة. لا إله إلا الله.